الخبر اللي عدنا عن أصالة المالح ووفاة جدتها أو بيبيتها. فأصالة المالح نزلت على حسب بالإنستغرام شيت ستوريات وبهذه الستوريات جاء حط صورة بيبيتها وعلنت من خلالها إنه هي توفت. بعد نزلت هذه الستوري تطلب من المتابعين يدعوا لها، فالله يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة واللي صبر أهلها وأصالة المالح. وطبعا تنسون يا حبايب إنه تدعوا لها بالرحمة والمغفرة بالكومنتات. أما بالنسبة لأنس مروة فنزل على حسب بالإنستغرام شيت ستوريات وبهذه الستوريات كان بهذا يحضر عرض مصارعة من يوتيوبر أجانب. خلينا حاليا ننتقل لأخبار فريق نور مار. أول شيء راح نبدأ بيه اللي هي قمر مار، فنزلت على حسب الانستغرام شويه ستوريات اول شيء قاعد تدعم بيه القضيه الفلسطينيه، وشويه ستوريات ثانيه كانت بيها من داخل المستشفى او نقدر نقول عنايه مال تجميل تقول عنايه ببشرتي. اما بالنسبه ليارا مار فوصل قناتها الجديده لتقريبا 100,000 مشترك، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وبالنسبه ثاني شيء سوته فنزلت هذه الصوره اللي هو من اشخاص لاحظوا من الاول مره بالسوشيال ميديا طالع من شعرها ليارا، فهم المتابعين صاروا ينصحوها انه هي تحذف هذا البوست، والشات كاتب عليه ثقب نفسك، فكر لنفسك واعمل لنفسك وتكلم لنفسك وكن لنفسك لا تقلد لان التقليد يعتبر انتحار. اما بالنسبه لنور مار فنزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات وبهذه الستوري صار يعني من خلال انه راح ينزل مقطع باجر راح يكون ناري وكلش خطير حسب ما الاغلب صاروا يقولون بيموت ما ادري ايش. راح اعطيكم الستوري تشوفوها. جماعه خليكم يشهدوا شاهد من اهلي على فيديو بكره. ايش رايك؟ انا دخل. انت ايش رايك؟ انا متت عن جد. استفرغ. انا بالنسبه لي كان ممتع. هو ممتع. كانت تجربه ارهم رهيبه ومجد. فاكتبوا لنا يا احباب بالكومنتات جيه متحمسين لهذا المقطع وهيك يكون خلصنا اخبار فريق مرمار. روح حاليا لياسو ريدر والتقاهم ويا بعض من جديد. فياسو ريدر نزل على حساب ريدر بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات من بيها قاعدين ياكلون وبنفس الوقت قاعدين يمزحون يا بعض. راح احطكم الستوريات تشوفوها. بالعافيه بالعافيه. شوي شوي ها؟ ما في اثر حبايبي بدها تنتحر حاليا. يا معودة يا معودة قول يا الله بس قول يا الله بس قول يا الله يلا بالعافية بالعافية. ما بقت لي شيء حبايبي والله ما بقش. واخر شيء نختم بسان اسماعيل وصول حسابها بالتيك توك ل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وصل يا حبايب انه وصلت المقطع، اتمنى يا حبايب انه تشتركون بالقناه، حاولوا نسوون حسابات ثانيه تشتركون بالقناه وتنشرون القناه بشكل اكبر عند كل الاشخاص. حبايب كلش قاعد اتعب بهذه القناه وقاعد اتعب بالفيديوهات، فاتمنى انه تقدرون هذا الشيء وتحاولون تنشرون القناه بشكل اكبر عند اكثر مكان تقدرون به يعني. وبس كان كفايه زي ما قلت من القصص ومع السلامه.